الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدني أن أكون معكم في هذه الأمسية الجميلة ومع الغزل في تراث بلدنا الحبيب. الغزل هو التغني بالجمال وإظهار الشوق إليه والشكوى من فراق الحبيب، وقد يتمثل الجمال في عناصر مختلفة، فقد تكون الأطلال أو جمال الطبيعة بألوانها الزاهية أو البحر بأمواجه التي تداعب النفس عن بعد. الغزل هو وصف الجمال الخارجي للمرأة كجمال وجهها، وصف محاسنها الجسدية، ويمتاز الغزل بالوصف تارة بالعتاب تارة أخرى وألم الفراق وقلة التواصل. وينقسم غزل الرجل للمرأة إلى قسمين: غزل عفيف وغزل فاحش. الغزل العفيف هو التغني بجمال المرأة بصورة عامة دون الدخول في التفاصيل. أما الغزل الماجن الفاحش أو كما يسمى الصريح، فهو يتغنى بأدق التفاصيل لبعض من أجزاء جسدها بالتركيز على مفاتنها بصورة شهوانية. الغزل يأتي بصورة غنائية واصفاً للشاعر أو المغني ما يعانيه من لواعج الهوى وحرقة النفس تجاه الجمال التي تعصر الحياة قلبه الدائب عاطفة واندفاقا. الشعر هو مرآة المحب، حيث يبرز وجدانه وشغفه. المحب تفضحه كلماته وتسجنه أبيات شعره بين جدرانها. يأتي الغزل في شكل أغنية يرددها المحب ليداري لوعته وحسراته، وراء اللحن المميز الذي يستحوذ على تقبل المستمع أكثر مما تعنيه كلمات الغزل من معاني. أتذكر لما ابني كان صغير يركب معي في السيارة، مجرد أنه يسمع أم كلثوم يقول بابا بابا ضغطي يرتفع، ما أحب أسمعها. لما وصل إلى سن المراهقة وكبر ابتدى يستمتع بأغاني أم كلثوم، لأن أصبح المعنى، معنى الكلمات له تأثير على نفسه وعلى ما يحسه هو تجاه الطرف الآخر في حياته. غزل الإمام علي لفاطمة الزهراء: حظيت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك؟ لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك. لهو الأراك اللي هي الشجرة اللي يأخذ منها المسواك، فهو يقول حظيت يا عود الأراك، يا عود الشجرة بثغرها لأنها تنظف أسنانها، أما خفت يا عود الأراك أراك؟ يعني شوف الغيرة ليس مقتصرة على فئة من الناس، يعني حتى رجال الدين لو تلاحظ رجال الدين عندهم من الغزل اللي تستغرب أن هذا رجل دين ويتغزل. فالغزل هو نابع من إحساس إنساني. تهويدات الأطفال: الأم البحرينية تعلمت القرآن الكريم مما ترك الأثر الطيب على تربيتها لأولادها، فقد كانت الأم الحنون، وهذا ما جعلها تكون حريصة على تنشئة أطفالها منذ الصغر بتعليمهم وتربيتهم ليشعروا بالأمان. تهويدات الأم لطفلها تخفي في طياتها معاني الحب والغزل بصورة غير مباشرة، وتغزلها قد يكون لطفلها الذي سيكبر وتراه رجلا يرعاها، وقد يكون التغزل في الرجل الذي أحبته وأصبح زوجا لها. وكثيرا ما تتغزل المرأة وهي تخاطب طفلها بذلك الحبيب الذي فرقته عنها القسمة والنصيب، فلم يصبح زوجا ولكنه بقي الحبيب الذي ذكراه مخلدة في أغانيه. يعني إيه، يتكلم طفلها بس تقصد الزوج اللي هو موجود في الغوص بعيد عنها، تقصد الزوج اللي هو في المزرعة، تقصد الزوج اللي الله ما كتب إنها هي تزوجه، يا قطبها وأهل رفضوه، يا أما إنه هو فقير، يا أما إنه هو ولد عائلة بسيطة أو من منطقة، يعني في أسباب، بس هي لا زالت تتكله الحب. فمن أشعار الغزل: كم دوب من اللي عال كم دوبي،
قضى زماني ولا لاقيت محبوبي، كل يوم عند العدا ولا يوم جاني. العدا اللي هي الزوجة اللي تزوجها. غرقان في بحركم يا البيض سبحوبي، طبعا هي تخاطب الحبيب. مريت بحويشكم ودويشكم ما صاح، يعني للحين انتوا نايمين ما دام الديك ما صاح، يعني معناها في الفجر. وغرافهم عالية وابوابهم الواح، حطيت زندي قفل وخنصري مفتاح، بطلت باب الهوى والعقل مني راح. طبعا هذا الولد علشان يشوف الحبيبة طالع من فجر، علشان ما حد يشوف انه يمر على بيت الحبيبة حتى قبل ما الديك يقعد من الصبح ويصيح. مريت بحويشكم وانا على ريقي، يعني طالع من الصبح ما حد راح، ما حد يمشي في الشارع. وشربت من مايكم ورويت معاليقي، لي قلت مشتاق قالوا لي من مصاديقي. والعشق ذباح وانا بفدي معاشيقي، اللي هم اللي يعشقها. مريت بجويريه تغسل بمالومي، وقلت يا جويره حل الوعد قومي، تعالى تعالى بنسير انا وياش في محمل بلنجومي. ايش معناته بلنجومي؟ يعني كانوا البحاره يستهدون بالنجوم، احنا ما نبغى نجوم، خلي المركب يمشي بنا سماري. سماري يعني اي مكان يمشي بنا. اصبر عليه تغط الناس في النومي، حتى بنجدي ونخلط التفاح باللومي، تفاح ما ناكله حلو يسلينا. طبعا أرجو أن تستعينون بمخيلتكم في أشياء أنا ما راح أشرحها، فاعتمدوا على مخيلتكم في بعض تفسير الأبيات أو الكلمة. مريت بالقنطرة إلا معلم يقرأ، خشمه كما السيف وعيونه كما الدرة، وارمي عليه جوابك ما يبرأ، العشق للبيض واللذات الخضرة. طبعا السيف دائما الواحدة لما يصفونها سواء كان رجل او امراه يقول لك خشمه سله سيف، يعني خشمه طويل. طبعا الغزل موجود في المواويل، وعاده المواويل هذه للرعاه، للي يرعون الجمال، مواويل في الغوص. الموال فن من فنون الشعر القديمه، فقد كان سائدا منذ الجاهليه وحتى فجر الاسلام، فقد كان العرب من اشد الناس ميلا الى الشعر الغنائي. يأتي الموال باللغة الفصحى وكذلك يأتي بالعامية، يؤدى بصوت المغني وقد يصاحب الموال أصوات الناي الحزين، ليكون أكثر تأثيرا على نفسية المتلقي، حيث ارتبط الموال بالشجن والكلمات الحزينة التي تعبر عن خلاصة تجربة، ويعد وسيلة للتعبير عن الألم من خيانة الأصحاب والأحبة وألم الفراق. الموال يمتع الحس البشري ويستفز فيه المعاني، وغالبا ما يكون حزينا مليئا بالشجن لارتباطه بموقف حزين. يكمن جمال الموال وتأثيره بصوت المغني وأمكانيات صوته، وتحكمه بنغمات صوتية مختلفة متنوعة، أحيانا تكون طويلة وأحيانا تكون قصيرة متتابعة أو منفصلة، مما يبرز جمال الموال. طبعا الموال يخضع إلى عدة موازين في الشعر وفي الإلقاء. إن المتذوق للشعر الغنائي البحريني بكل فنونه لابد أن يكون على دراية تامة بطبيعة المجتمع المحافظ، وعليه أن يكون على علم بالطبيعة الجغرافية المحيطة بالمغني. والتذوق ولتذوق الشعر الغنائي سواء كان موالاً يئن بآهات النهام في عرض البحر، أو موال فلاح ينتظر عند نبع الماء إطلالة الحبيبة عن بعد، أو مغنية تصبح راقصة في عرس، فلا بد أن يتمتع بخيال واسع لما تعنيه تلك الكلمات النابعة من قلب محب ملؤه لواعج الهوى وحرقة الوصال. يعني المستمع لا بد أن يفهم ما وراء الكلمات، يفسر ويتخيل ما تقصده هذه المغنية من كلمات. غزل النسوة. أحبكم حين وانسى حين واذكر حين، وما زادني في محبتكم سوى التمحين. أحبكم كثر ما تحمل فروخ اللوز،
وكثر ما تحمل الخشبان هيل وجوز. طبعا شجرة اللوز اللي ذكرها في الخمسينيات، شارع البديع تمشي اللوز كله في الأرض من كثرة عراد من كثر اللوز، فشجرة اللوز كانت مثمرة. حبيبي يا قمر وحبيبي يا شمس، حبيبي يا هلال هالليلة عرس. يعني أنت حبيبة في الليل مثل القمر، وأنت حبيبة في النهار مثل الشمس، وأنت حبيبة في أول الشهر وآخر الشهر، لأن الهلال عادة يكون في البداية وفي النهاية. وصويحبي ما بغاني، وش أسوي فيه؟ لا هو بغاني ولا أني قادر أنسيه. وحبيبي زود البطيخ من لبه، وحبيبي راح لكني أنا أحبه. يا ليتني والحبيب في بستان، والخوخ والرمان بيادينا. يا ليتني والحبيب فوق فراش، وزولية أم الفين تغطينا، وملعون أبو منجة يوعينا. طبعا زولية أم الفين عادة الزولية الفارسية أو الإيرانية، نعم الفين ربوية، طبعا بالربوية. لسويحبن في المعلم كنت أنا وياه، لأن كان المعلم مختلط، وأنا واحد من الناس اللي كان يتعلم مع بنات. جاءت عليه الأعادي وحرموني إياه، جعل اللي حرمني والفي ينحرم دنياه، ويطيح وجعان وعندي ينعتون دواه. لا أنعت ولا أداوي وأقول الرب لا شافه. شوف الدعاوي شلون، لأنه حرقة. كان معانا واحد في المعلم يحب بنت عمه، فيوم يخطبون له قال لا ما عندنا قدر ولا قدندرة ياخذ غريبة وبنت عمه حاضرة. يعني هو مصر انه ياخذ بنت عمه. غزل الزاجرة. الزاجرة كانت موجودة في البحرين للري، فاحنا يمكن اللي لحقنا عليه الزاجرة اللي موجودة في الرفاع في الحنينية، وكان عزكم الله حمار هو اللي يسحب الرشة قبل اللي يعمل. بس في جد حفص في كرانة القرى ذي كانت فيها الزاجرة موجودة، عادة يسحبها يا أما الثور يا أما جمل يا أما عزكم الله حمار. هب الغريبي، هذا اللي يغني من هو الشخص اللي يمشي مع الثور يسحب الحبل، عادة يكون في منحدر وهو نازل يكون المشي سهل على الثور، وهي طبعا في نظام الروافع ما راح نتكلم عنه. وهو يمشي يغني حق الثور على أساس يطرب. هب الغريبي على خصر الحبيب وطاف، وسعود الأيام مربها الزمان وطاف. سايلتنا الباب ما حد مر عليكم وطاف، يعني حتى البيبان كان يسألها. قال بلى وشعرت بضعونهم طائفة. ضعونهم يعني معناها ضعن لهو النساء لما تنتقل، وعادة الضعون تكون في الليل لها سبب، هو ما شافهم وهم يضعنون. يا غر الأشراف ما كل الليالي عيد، دوبك تواعد وأيام المواعيد عيد. بشرتني بالمواصل والبشارة عيد، محيوس قلبي بحبل مواصلك لازم. يا حي ذاك الطحى بيوم المواصل عيد. قلبي على الزين ينحل والعظم بالي، والزين لي من ذكرته فزله بالي. ورفت عيونه وشوفه واقف قبالي، شهرين راحت عنه ما أنا سالي. مرت علينا وتسحب ذيلها الخمري، خمري اللي هو اللون البني، الخمري اللي هو لون القهوة، الخمرة مالت القهوة. ومحنية عشر أصابعها بسر حمري، اللي هو البسر السر الخنيزي. طالب عليها وله لو غدا عمري. صبحك بالخير يا عنبر طري مبلول، حبك بقلبي ولا شك أستحي ما أقول. أصبر على الضيم من أجلك أنا معلول، حظي على الله ودايم قولتي لحول. مرت علينا وحويشنا ننطر، والمسج والعنبر من حذر ذيلها يكتر. بكتب على خدها بلولو ثلاث قصر، واجب على الجار ليشاف الجار ليشاف الخمل يستر. الخمل اللي هو
نوع من الرطب يخلونه في الشمس فيصير خمال هامل. فهو يشبه روحه بالرطب اللي يخلونه في الشمس، الشمس يسمونه خمال، يعني معناها كلش دايب من العشق مسكين. مرت علينا من قفا الدولاب اللي هو البستان جناية، جناية اللي هي تجني الثمار، بالعين كحلة وبالرجلين حناية، يا أبو الحسن يا علي يا صاحب الراية، متوسل بك على الله أحصل الغاية. وطبعا الغاية اللي هو يتزوجها. غزل الفلاحين. مريت بأهل الهوى بأشجارهم يجنون، مديت إيدي أبجني مثل ما يجنون، قالوا اكفض إيدك عاقل لو أنت مجنون، والعشق يبغي لطافة ما يريد جنون، الشيطان ما بيده. مرت ولا سلمت يا ناس محكمها، لولو زمرد مرصع فوق بخنقها، هديت طيري مع الغزلان يلحقها، بشفي قليل الصبا من تحت بخنقها، طيري خطاها وطير الندل وافقها. غزل الرعاة. طبعا في البحرين كانوا في رعاة يرعون جمال، وفي رعاة يرعون الغنم يسمونه الشاوي، فيطلع من القرية مالته ويمر على البيوت ياخذ الغنم مالهم، ويمر كل قرية، يعني مثلا لو طلع هو من الدراز ياخذ الغنم مال الدراز، يمر البديع ياخذ الغنم مالهم، فيمر كذا قرية ويروح برسار وهدهم، لما يرجع مجرد عند باب القرية مدخل القرية الغنم بروحهم يدلون بيتهم. فهذه يعني الرعاة كانت مهنة يزاولونها الناس. طبعا هو يخاطب الحبيبة ذي الراعي، بالله عليكم اخذوني عندكم جمال، أراعي جميلاتكم واشرب حليب جمال، لو سايلوكم وقالوا منين هالجمال، قولوا جتيل الهوى عايش بلا يامال. طبعا هو بخير، بس علشان يكون قريب من الحبيبة مستعد انه هو يكون جمال، بس علشان يكون قريب منها، فيقول له سايلوكم قولوا عايش بلا يامال، يعني فقير، بس هو في الأساس مو فقير. بالله عليكم خذوني عندكم راعي، أراعي جميلاتكم واضربوا بمقراعي، لو سايلوكم قالوا منين هالراعي، قولوا جتيل الهوى عايش بلا رباعي، يعني رباعي ما عنده أصدقاء مسكين بروحه، فلهالسبب احنا وظفناه. مواويل الغوص. يا من بحسنه حمس قاص الحشا وقفة، وطفي لهيب القلب عقب الملا وقفة، يا سعد من ساق حمل مزملة وقفة، أقفة تضعوني مهجة خاطري شالهن، مديت إيدي مسلم له بعد شالهن، وأشوف حظي على ذاك الحبيب أقفة، يعني ابتعد. يا زين الأوصاف جسمي من صدودك عود، كل ما يصد القلب روحي تقول له عود، لي صاحب قط ما حد قال به لولا، لا والذي بالمهد جبريل إله لولا، لو ما يقولون واسمع بالحكي لولا، كنت أحكي وياك لكن بالزبيبة عود. زبيبة عود هذه مثال، يعني ترى يعني احنا لما نقول بالزبيبة عود يعني معناها تحذر، ما تقدر تحكي لأن الأبو موجود عمها موجودة. يا نوخذه يوم الاثنين العصر فاتني، ما سرت بالليل ساري للذي فاتني، طاوعت جيلك وخليت الذي فاتني، رعبوبة لمشت تعطي على روحي، زينه طبايع حسين الدل والروحي، ودي عاين خياله لو غدت روحي، جليت مخبون ما شفت الذي فاتني. أي طبعا وهم طالعين البحر، شوقي مطايا من فقد الحبيب تحن، والروح مني كرعد العاصفات تحن، لما سمعت الحباب الخافتات تحن، صفقت راحت وجدي من صروف الهوى، مركب غرامي تمشكل في غبيب وهوى، من ذا والأمواج والرايح تحن والرياح تحن. غزل الأعراس. طلوا شوف يا معرس في المنظرة رمانة، طبعا الصورة للفرشة، ففي السابق كل
جدار جدران الفرشة مناظر واحدة جنب واحدة، واحدة جنب واحدة، مثل ما تشوفون ما في مجال إلا في منظرة. السبب طبعا كانت ثقافة المعرس وثقافة العروس، ما في ثقافة جنسية مثل ما احنا ندرس في بريطانيا sex education، أو حاليا الطلاب يعلمونهم جزء معين، فكانت الثقافة من خلال الأغاني في الأعراس. فهذه الأغنية طبعا في أغاني يغنونها الحريم فيها كلمات يعني صريحة تثقف الولد وتثقف البنت. فهذه الأغنية تقول طلوا شوف يا معرس في المنظرة رمانة. طبعا الرمان لهم هذيل الكرات اللي يعلقونهم على شجرة الكريسماس، كانت موجودة في الفرشة. فهذا الرمان تعكس صورتها موجودة في المناظر. فكانت البنت تتزوج وهي صغيرة، يعني الولد عمره 16 سنة يتزوج، 17 سنة، والبنت أصغر منه. فلما يدخل عليها المعرس وقد يكون كبير في السن، نأخذها يطالب البحار فلوسه ما يدفع يتزوج بنته. فالبنت ذي خجولة، فكل ما يحاول إنه يشوف وجهها تصد عنه، فهو علشان تصد عنه لازم يفتر لها علشان يشوف وجهها. فهذه الأغنية تقول له لا تتعب روحك، طل وشوف يا معرس في المنظرة رمانة. طبعا الرمانة اللي هي المعلقة، بس هم يقصدون البنت بتشوف وجهها، الانعكاس موجود في المنظرة، فلو هي صدق طالع الانعكاس في المنظرة بتشوف وجهها. طل وشوف شمس وقمر ويانا، طل وشوف حبيبتك فرحانة، طل وشوف حلوة العمر فتانة، طل وشوف خجلانة لو نعسانة، يمكن تكون من التعب مسكينة نعسانة، طل وشوف معرس وتو جانا، طل وشوف بيت الليلة بيت الليلة ويانا، طل وشوف من تستقر بحذانة، طل وشوف أبد فلا تنسانا. لأن المعرس يروح يقعد عند أهل العروس 7 ليالي وليلتين وليلة، أساس أن البنت ما تنتقل لأنها خجولة وصعب أنها تفارق أهلها، فيخلونها تتعود أنه هو يجيها. على الميمر، على الميمر العين سودة والوجه قب أحمر، يعني كلش مشتعل. لا تضربني بالمشمر وأنا بنية وتقشمر، لا تضربني بالدفة ترى الدنيا متعلفة، لا تضربني بالملفع وأنا بنية وبدلع، لا تضربني بعقالك وأنا بنية وبنت خالك. طبعا هذه كلها كلمات حوار بين الزوج والزوجة. خلوني أشجح بعضهم. هاي طبعا يسمونه السجن، اللي هو السرير اللي ينامون عليه في الفرشة. الغزل في العبوديات، تدلل يا بعد قلبي وحالي، شوف شوي ارأف لو تسمع بحالي، أشوف المر في مبسمك حالي، يا ليت تحن لو تسمح شوية. بشجح بعضهم. عشقتك والعشق لا لك ولا لي، وصرت طيرا من الفرقة ولا لي، ألف مرة نعم قلت لك ولا لي، مطيعا أصير لك صبح ومسيا. أنا راح أقرأ لكم بعض من الأشعار اللي موجودة في الكتاب. يا طيبين اللبن يا زين محلاكم، غبتوا عن العين حاشا القلب ينساكم، أنتوا لنا الروح قولوا كيف مسلاكم، يا ليتنا بثوب وحدة نعيش وياكم، هلولو هلولو يا مسعدة نامي. هاي من تهويدات الأطفال. واقف على السيف، هاي طبعا تكلم طفلها، تكلم طفلها بس تعني شخص آخر. واقف على السيف وباري محاملكم، يلا بدورة شمال وتلفي محاملكم، يعني تعود وتردكم سالمين إلى مواطنكم، ويلتم شملنا ونشبع من سوالفكم. طبعا اللي يدرس الغزل في أيام اللي كان في خجل وكان في براءة، يدرس مجتمع
شلون كان عايش. نشوف المرأة دي هي تتغزل، تتكلم عن طفلها بس تتغزل في الزوج اللي يروح البحر. فممكن تعمل دراسة للوضع الاجتماعي، الوضع المهني من خلال الأشعار اللي كانت تردد. يلي ما يقول لك هلا ريته يعمى وانا دليته، والقوم تاخذ مرته والضو تشب في بيته. هذه اللي يعني اللي ما يدلع ولدها، اللي ما يقول لك هلا، هي طبعا تقصد تكلم الولد طفلها، بس هي تقصد الحبيب. كانوا النسوان الاول ما يتكلمون، شلونك؟ شلونك عيني؟ حبيبي وين رايح؟ يا بعد شبدي؟ فكان كلام ناعم. الحين لو انت تقول حق واحد تقول لك ايش فيك ما تستحي تغزل فيني. والمرة لما تكلم يا نظر عيني، فكان كلام كله عواطف ونعومة. حاليا لو المرأة تكلمت بنفس الكلام، شوف شنو الأوصاف اللي ممكن يقولون لها. عيني، اللي ما يقول لك عيني يعمى بالثنتين، ويطلق أم عياله ويكثر عليه الديني. من الأغاني اللي في الأعراس أغنية وات رينبو، هذه من أشهر الأغاني اللي تمارس في الأعراس. وات رينبو واليومي، وات رينبو واليومي، وأول ما بدينا بالصلاة على محمد وثانيها الخضر يا أبو محمد وثالثها أمير المؤمنين ورابع فاطمة بنت الأمين وخامسها الحسن والحسين وسادسها الملائكة أجمعين. ألا يا البيض يا وجدي عليكم، سبع بيبان مغلوقة عليكم. ليش سبع بيبان؟ هم يخاطبون المعرس والعروس أن سبع بيبان مطلقة عليكم. طبعا سبعة لو سبع السماوات سبع الأراضين، بس المقصود فيها سبع بيبان هي سبعة الأبواب اللي قفلتها زليخة لما دخلت يوسف، وراحت قفلت سبعة بيبان علشان يحس بالأمان. تقول له لا تخاف، لو جاء العزيز أو أحد بيفتح باب، بيفتح الباب الثاني، بيفتح الثالث، احنا خلصنا. شوف يعني ذكاء الزليخة شلون انه في عندنا مجال في طول ما هو يفتح الأبواب ذي، وبيفتحها بالقوة لأنه مقفل والمفتاح عنده. فنفس الشيء انت ويا معاريس نقفل عليكم سبع بيبان، يعني خذوا راحتكم ما حد راح يزعجكم. شوف رابطين بين علاقة اللي حدث في سورة نبي الله يوسف واللي في هالأغنية. ولاني حية بسعى وباجيكم، ولاني طير يصفق بالجناحين. لاني حية ليش؟ لأن كان في كل بيت يسمونه حية البيت، وذي ما حد يأذيها، وهي بعد غير سامة. فلا تخافون أنا مو حية البيت إني راح أذيكم. والطير له طير البين عادة، الغراب. فالأغنية فيها دراسة لأمور كثيرة، هي مو كلمات موضوعة اعتباطا. طبعا ما راح أقراها كلها عشان ممكن نقرأ بعض القصائد أكثر. ثمان سنين من أبعد ولا رد، ولا مكتوب جاء منه ولا رد، سألته ليش ما جاوب ولا رد، بدونه عيشتي ما هي هنية. طبعا أنا ربطت بين الأشعار اللي أنا قلتها ومو معروف القائل مع بعض الأشعار لشعراء بحرينيين
طبعا بعضهم انتقل إلى رحمة الله ابتداء من طرف ابن العبد وشعراء موجودين، على أساس أربط بين الماضي والحاضر، والحاضر طبعا أصبح تراث إحنا نعتز فيه. فجمعت من طرف ابن العبد إبراهيم العريض، سيد محمد صالح الموسوي، محمد الكامل الجدحفصي، أحمد حسن الدمستاني. هذا يقول: إياك والعشق لا تمر بواديه، فطالما ضل قوما في بواديه، يعني ضاعوا ضلوا، وأسلم بنفسك لا تصعد بشاهقة، فطالما زلقت أقدام راقيه، وصن فؤادك واحذر أن تعرضه لنفحة من شواظ العشق تصليه، هو الجحيم، فإن يمسك لاهبها فلا تصدق بأن البحر يطفيه. لا تفتكر أن البحر بيطفي العشق اللي أنت تعاني منه. والعشق بحر عميق فيه قد زلقت قوم كثير وتاهت عن مراسيه، ضيعت المواني، انضن راكبه جهلا إذا كسرت سفينة الصبر إن السبح ينجيه. حتى لو تسبح ما راح تنجى من العشق. فتلك زاهمة من غير كعرفة، سل الخبير الذي يدري بما فيه. كنت أنا حبيت أقرأ لكم شعر لمحمد حسن كمال الدين، كان حاضر في مهرجان الشعر في العراق، فتغزل في إحدى الصحفيات، فرئيس المنتدى قال له: تعال 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 يا أبا، وين؟ شوف ابتديت تتغزل في العراقيات. فطبعا هو لما قال الشعر العراقية اللي تغزل فيها ارتاحت وذكرهم، قال لهم: تعال أنا زوجتي عراقية، فالمقصود هي زوجتي والبنت اللي أنا سويت عليها القصيدة. وشكرا جزيلا لحسن إصغائكم.